الروايات تقول الفقير ذاك الذي هو فقير ما عنده لكن لا يسأل الناس، ما يمد يده، ما يقول ما عندي. المسكين أحيانا يمد يده ويقول ما عندي وإن كان صادقا. يعني تفسير آخر للمسكين أن المسكين أشد فقرا من الفقير. الفقير فقير ولكن المسكين فقير وما عنده قدرة على الكسب، كأن يكون مثلا أعمى أو أعرج ما يقدر يمشي ما يشوف، أو مقرب مثلا، أو مثلا مصاب بمرض ما يخلي المرض مشلبة بالأرض، لا يقدر يتاجر، لا يقدر يشتغل، لا عامل، لا ما يقدر كل شيء.